الثقة بالنفس. إن الثقة بالنفس نظرة نابعة من صميم الواقع، وليست بضاعة تستورد ولا حركة تقلد. فمتى وجدت أمة نفسها غنية في وجودها مع نفسها ومع الأمم التي تعايشها، حصلت لها الثقة بالنفس وإن لم تشأها. وإن لم تجد أمة نفسها غنية في حياتها الخاصة أو في حياتها المشتركة مع الأمم المترابطة معها، فإنها لا تقدر على كسب الثقة بالنفس مهما حاولت وأرخصت في سبيلها التضحيات. خاصة والثقة بالنفس نظرة تنبع من الأعماق وتعيش في الأعماق، فلا تقبل التزوير، لأن الأمة لا تستطيع أن تكذب مع نفسها، وإن استطاعت أن تكذب مع الآخرين.